محد که ابن کسیر مقاله عیرگاب و یه برشته علوم تا شریعه دا یه لوقدا عربی گا ایا مناسبت بلاردن و قبتن که بدن تضباط تنردی و محد کسی که قلین چبیهی و حنا مناسبت دیاردی داسی لو قبته و کرد عدهی هول که محد که ابن کسیر مقاله عیرگاب و کس و قیب گری حکایت دولت ده هوسی دکم دا عیرگاب و اجسیما و برشته گار کلوله یه قبل کسنگا علم و دین والدین اردی یه معمول کیه معلمین تا محد کسی و گورین و حال کسی فهفاهین که بحیهی اردی دا مناسبت دا قلین من جالو قبتي مامولا محد كابن كثير إيه مقالة عير جابو عبد الرشيد محمد ورسمي لما كنا سجال كبار الأساسي سيدا هذا اللي جوا ربعنا دفعة تدبات بكبة حس هذا إنه هذا تدبات إنه يو دور أرضية دور لاتن إنه يو كونتني دارا ثبلاط إنت هوا عندك سود بهي بقلال بالوران كرا أرضة هذا كبة حذي هي كرو دافين وحيله سبحانه وتعالى مهدي سأه هو حلو فرحة أرنتي قيمة ويمكن فرد ذا، ومعتك نشرف وينوع، إن أرد ذي سيد في عدي كوات كبحذي، داركود علماء، وشهادة اللي بعد تسمع عد سواق عتي هذا، إن ما أنت حفلت إن قال سواق يبقى لنا رحب بدم، يفرتان كي معتك، وشكون هدي عيد كلا جب حن شاوت على فرم دهنا، إن حليه ذي سيو شقين شري، صبحي يدور كي يقلبتي يهبين كي انتبه. أردنا يرير، دادا دحى، دادا عصلاتي ووين، أنا هيكو صبير معك. قار كم إذا أردينا ما حد كاسيك بحذية أي يجونا هل كاسيكو صوبن دقي، علمي جي أي كبرتين ما حد كابن كثير. طبتم وطاب من شا من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا، ويضيف حفل على حفلنا أنسا وسرورا. ومن أجله في ذروة العز يجتلى، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. وحيا به الدنيا جلال كذاها إله سبحانه وتعالى مؤرى النبي سيادي، لكن وحل يرسياد وقرأ وحوية وعلمك علمك ونبي يقول لي هلو سيادي أيام حوية ما أنت وحكو شرفه بي وشرف كوه لي ولا لها قار كم دين ما أنت وحوية هل كيس كواد أي سو قاري الله الله معلمين تيو مدح دين شوك تيو مسؤولين تباركي مروديو دقال هنا ما موسينو قيلي الله يو مسؤوبة دمجن تادن قيلي خلو لي يا حي أنا قد دعى يدي وحبرش ومشرين إذن كنا سيبا وهشين قبل قبلنا وحال كاسيكاد ليا قاسمة وحبرش هذا جار كلولي يهاي جوبل كسناجة علي أحمد عبد الرحمن يحقيات دولة هوسيد جمدة عير جابو سعيد عمر عابي يولي بسيدو كلام مسؤول كترسان كام عدا بريج أفريقيا أرضيدا درجات كات كوس الرئيس كينتا ولي بأرضي كوواد كام عدا أفرت السنة ببلاش بكل جنا يا إلهي إذن كي ardaydu haday soo bataan oo jaamacadda aad loo soo galo iskoon aad u badan baayadana loo sameynaya dadada sharafta leh ee qalin jabisay ee mudane iyo murwooyin ee ka soo qayb galay xafladdan aad iyo aad baan u salaamayaa xaflad laga qayb galo tii ugu khayrka badnayd weeye waa meel diinta Ilaahay shacaac ka baxaya ee dhalinyaradii ka soo baxday lagu dhiirigelinayo ee maxadkan Ibn Kathir meelaha ay diintu ka intishaareysay meelaha ugu weyn gobolka ayuu ka mid yahay qofku mantu diin leeyahay ayuu buudnimo leeyahay wax kale ma waa inta hadba diintiisu la eegtahay ayaa qofka dadnimadiisu la eegtahay dadku badankiisu uma jajabna diinta kitaabka Ilaahay uma jajabna hadii ay beedankeeda leey barashadeeda waxaan ku leeyahay inuu kula dardaarmayo dadka magaalada Ciirgaab degan iyo nawaaxigeedaba inay ka faa'iideystaan chaaniska maanta aynu haysano oo haday tahay waayeel iyo haday tahay dhalinyaro gunaanadkii munaasabada qalin jabinta ahay waxa maamulka maxadka Ibn Kathir ardaydii kaalmaha hore ka gashay maxadkooda gudoonsiyeen hadiyado kala duwan shahaadooyin iyo waliba kitaabka quraanka kariimka iyadoo sidoo kalena ardaydu dhankooda macallimiintooda gudoonsiyeen shahaadooyin sharaf iyo waliba hadiyado Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV magaalada Ciirgaab